وثائق غير معلنة. رغم التماسك الجغرافي والاجتماعي الذي ساد في العراق، إلا أن مدة حكم العثمانيين التي استمرت أكثر من 4 قرون كان العراق فيها منقسما إلى 3 ولايات هي البصرة، بغداد، الموصل، تتبع كل واحدة منها عاصمة الدولة العثمانية اسطنبول مباشرة. وعلى مدى تلك القرون كان العراق ساحة للصراع بين الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية المتجاورتين والمتنافستين. طبعا شنشنة أعرفها من أخزم، هل تلد الحية إلا الحية؟ هي المسألة ليست أنه هناك قضية موجودة استغلها المستعمر وأراد أن ينفخ فيها، وإلا العراق كان نسيج متجانس، يعني نسيج متآلف، نسيج متضامن مع بعضه. وكما قلت أنه يعني خرجت المرجعية الشيعية لتدافع عن الخلافة السنية، ونتيجة لذلك توزع العراقيون في تسجيلاتهم الإدارية بين الدولتين. وبما أن كلا من الدولتين أصبحت دولة أجنبية بعد قيام الدولة العراقية الجديدة في عام 1921. أنا لا أتهم كثيرا المسؤولين العراقيين في ذلك الزمن، وإن كانوا الكثير منهم كان أداة طيعة جدا للمشروع البريطاني. بريطانيا هي الحاكمة. كان لزاما على القائمين على الدولة العراقية آنذاك التعامل مع جميع المكونات دون النظر إلى تفاصيل كانت تتعلق بهروب أغلب أبناء المحافظات من الجنسية العثمانية، خوفا من التجنيد الإلزامي الذي كانت تنتهجه حكومة الاتحاد والترقي آنذاك. أنا قناعتي أنه كان أكو صراع دائما بين الإمبراطورية العثمانية والفارسية، وطبعا بالزمن الإمبراطورية العثمانية ما كانوا ينصفون الناس، بها طابع طائفي تعرف، يعني عادة اللي شيعي أو من مذهب آخر غير شكل يعتبروا مواطن من الدرجة الثانية وما يعترفون بالكرد وهالأمور اللي كانتهم. فلهذا كثير من الناس مو لأنه ضد العسكرية ولا ضد الجيش ولا شيء يجبروهم أنه يصير جندي ويقاتل دولة أخرى أو شيء من هالقبيل، فتركوا العسكرية، يعني سواء كانوا من الإخوة الشيعة الكرد الفيليين الكرد الآخرين، وما معناه إلى حد ما سجلوا في بعض الدوائر مو كقناعة أنه أنا ينتمون إلى جهة أخرى إمبراطورية فارسية أو شيء من هالقبيل، يعني حتى يهربون من العسكرية. من كان يذهب إلى الجندية كان يقرأ له الفاتحة حقيقة وتنصب له يعني مجالس تعزية ويودع وداع من لا يرجع، هكذا كان في الكثير من هؤلاء. وكان ذاك الوقت كما أنه هناك كان تأثير أيضا للدولة الإيرانية في العراق بشكل طبيعي، يعني كلاهما أيضا كان بشكل وآخر تحت نفوذ السيد البريطاني المطاع. فهذه الأمور جعلت أن بعض العراقيين للتخلص من الجندية يأخذون تبعية الإيرانية.
لكن يبدو أن النزعات والميول الشخصية للمتنفذين في الدولة الجديدة دفعتهم إلى انحراف في التعامل قاد إلى التمييز بين المواطنين حسب تبعيات تسجيل نفوسهم دون أن يبرر أحد سبب اعتبار إحدى الدولتين الإمبراطوريتين أكثر أجنبية من الأخرى، وبالتالي دون تبرير للتفرقة بين مواطن عراقي وآخر. لأنه الناس اللي أخذوا الحكم بالعراق كثير منهم كانوا يعني توجههم عثماني ودارسين في أنقرة، دارسين في إسطنبول، وشي جايين منك يعني تقريبا امتداد لهالعقلية التركية. والإنجليز أيضا كانوا يشجعون التفرقة أنه هذا كذا وهذا كذا حتى يخلقون مشاكل. فصار هالتوجه أنه العثماني اللي أصله عثماني هذا هو الأصيل والأساسي، واللي أصله من إيران شكل آخر، وبينما المفروض كان لا يأخذون بهذا ولا هذاك. الذي كان من التبعية العثمانية صاحب حظوة في النظام السياسي العراقي، أما الذي كان من التبعية الإيرانية فكان هذا وبالا عليه وعلى أحفاده وليس على أولاده فقط. جاء دستور عام 1924 بما ينسجم مع روح الإقصاء وإلغاء الآخر التي كان يتصف بها الكثير من واضعي ذلك الدستور الذي تم تشريعه في زمن الاحتلال البريطاني للعراق، حين كان رجالات بريطانيا من العراقيين هم المتسيدين في تلك الفترة. نعم بالطبع، هو البريطانيين كانوا مسيطرين بالعراق، والشخص اللي يحكم بالتأكيد كان لازم يتبع السياسة البريطانية، والسياسة البريطانية كان بشكل أساسي موجود. السياسة البريطانية كانت ضارة للكرد، قاتل الكرد في ثوراتهم، وتفرق بين الناس وبنوع من الطائفية تجاه هالطرف ضد هالطرف الآخر. فنعم اللي حكموا لازم كان بريطانيا ترضى عليهم هذا الجسمة، ولهذا طبعا كان هالميل نحو السياسة البريطانية وهالميل نحو العثمانة، يعني السياسة العثمانية موجود. ولا يخفى على أحد النزعة الطائفية التي كانت هي سيدة الموقف بالنسبة لرجالات العهد البريطاني. هي مو نزعة طائفية، وإنما الاحتلال، أي احتلال بريطاني أمريكي دائما عندما يحتل بلد يدرس ما هي مكونات هذا البلد، ما هي نقاط الضعف، ما هي التشكيلات الطائفية، ما هي التشكيلات الأثنية، لكي يستغل هذه النقاط من أجل إثارة النعرات واتخاذ أسلوب فرق تسد. كذلك فإن قانون التعديل الثاني رقم 69 لسنة 1943 إذ عدلت بموجبه الفقرة 1 من المادة 30 من القانون الأساسي العراقي لسنة 25 و900 وألف، وكما يلي: لا يكون عضوا في أحد مجلسي النواب والأعيان ما لم يكن عراقيا اكتسب جنسيته العراقية بالولادة أو بموجب معاهدة لوزان أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتميا إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914 ومر على تجنسه 10 سنين. إذا ما أخذنا الوزارات العراقية على امتداد تاريخ العراق في العهد الملكي نجد أن رؤساء الوزراء الشيعة كانوا أقل من عدد أصابع اليد، واختيروا في فترات كان العراق محرجا وبحاجة إليهم. فمحمد حسن الصدر، السيد محمد حسن الصدر، هذا الرجل الكيس الوقور، اختير بعد وثبة كانون الثاني عام 1948 وكان محط احترام الجميع. ولكن المشرع العراقي حينما وضع هذا التعديل كان يريد أن يبعد عددا من الذين يرشحون إلى مجلس النواب والأعيان بسبب انتمائهم الطائفي. نعم، هذا استمرار للسياسة اللي تكلمنا عنها الآن. قسم منا طابع إنجليزي، يعني تأثير إنجليزي، وقسم منا طابع عثماني وطائفي، وخلينا نقول فهل 43 اجى على اثر التغيير القومي اللي صار رشيد علي الجيلاني واخي 41 وراها صار توجه قومي شديد. وهل التوجه القومي كان يعني اكد على امور
أسوأ من 1925. حدد مفهوم الجنسية على أساس الأصل بدلا من مبدأ المواطنة حسب الأرض أو الولادة. هذه التبعيات اللي هي موجودة في العراق، أنا ليش أعتبر يعني التبعية العثمانية هم عراقيون بموجب قانون الجنسية العام، قانون الجنسية عام 1924 وقانون الجنسية لعام 1942، ليش ما أعتبر أيضا اللي هو تبعية إيرانية همين عراقي؟ هذا السبب أنه سيطرت الدولة العثمانية على العراق لفترة طويلة وحاولت أن تترك عملية تتريك للمجتمع العراقي أو للمجتمع العربي اللي كان تحت سيطرة ونفوذ الدولة العثمانية. لذلك اعتبرت بأنه من كان هو في زمن الدولة العثمانية حائزا على الجنسية العثمانية يعتبر عراقيا بموجب الجنسية، قانون الجنسية العراقي. كان هذا القانون المشؤوم بمثابة نقطة البداية في سلسلة طويلة لا حصر لها من التشريعات الظالمة التي مهدت الطريق مستقبلا لأكبر عملية تهجير قسري، وتسببت بقلع أكثر من نصف مليون كردي فيلي من جذورهم العميقة. عندنا الكثير نحن من الشواهد يعني على عمق عراقيتنا، خاصة نحن ككرد فيليين، يعني كيف أنه الآن مع أنه هجروا وذهبوا ولهم الآن حياة في كثير من الدول جدا بخدمات ممتازة بأوضاع جيدة، ولكن والله مع ذلك يحنون للمجيء إلى العراق مع كل الوضع اللي الآن موجود في الخدمات في الأمن في كذا. يعني هذا تعلق بالتراب، التعلق بالوطن، هذا الشيء لا أتصور أنه قابل للمزايدة عليه هنا وهناك. لكن كما أشرت أنه يعني مع الأسف الشديد هذه التعديلات حصلت في حكومات يرأسها معروفين على حال معروفين بولائهم للأجنبي، يعني هم كانوا أجانب أصلا. أقول لك أكثر من هذا، أنه بعض هؤلاء الوزراء والقادة سواء كان في الجيش أو في الحكومة أو غيره ما كان يعرف يتكلم العربية. سبب من الأسباب لأنه اللي هجرهم حتى من تهجروا بعد 70 أو قبله يستندون إلى هالأمور، يقول لك تبعية عثمانية إيرانية فهجرهم، يستند إلى هالوثائق الموجودة. استمرت معاناة الكرد الفيليين مع الحكومات المتعاقبة على إدارة الدولة العراقية. هم لا يستطيعون أن يكملون الدراسة كونهم لا يحصلون على الجنسية العراقية، لا يستطيعون أن يستخرجون الجنسية العراقية شهادة الجنسية العراقية، وبالتالي لا يستطيع أن يدخل الكلية ابن هذه الشريحة الكردي الفيلي، لا يستطيع أن يمتلك عقار ويسجل في اسمه، لا يستطيع أيضا أن يعني يرتقي الموظف ويصبح مثلا أو أبناء، لا يستطيعون أن يدخلون الجيش العراقي، لا يستطيعون أن يصبح طيار. ولم يشعروا بشيء من الأمان إلا في أعقاب ثورة 14 من تموز في عام 1958، حيث أشيع جزءا من العدل في العراق مع تولي عبد الكريم قاسم زمام الأمور بعد إسقاط النظام الملكي. كان من المقرر أن يمنحوا الجنسية العراقية الأصلية ويعدون مواطنين عراقيين أصليين، ولكن لم يفسح المجال لهم لكي يتحول هذا المقترح الذي قدموه، لم يشرعه المقرر العراقي، لأنه عبد الكريم قاسم رحمة الله عليه خلال الفترة من 1958 إلى 63 كان العراق يعيش في حالة صراع مستديم. لم يتفرغ الزعيم عبد الكريم قاسم لهذا الموضوع، وإلا لكان الأكراد الفيليون مندمجون مع بقية أبناء الشعب العراقي لأنهم كانوا يخدمونه، وقدموا علماء وقدموا مفكرين وقدموا سياسيين يساريين وطنيين، وكانوا جزءا من الحركة الوطنية العراقية على امتداد تاريخ العراق في العهد الملكي وما بعده. لقد تنفس المكون الفيل الصعداء في عهد ثورة عبد الكريم قاسم،
باعتبارها منعطفاً جوهرياً في تاريخ العراق المعاصر. رجل وطني نظر إلى مصالح الوطن. طبعاً كانت هناك حتى بعض الملاحظات من المرجعية عليه، أنا لا أدخل في هذه التفاصيل، لكن كمواطنة رجل وطني شجاع وله رؤية منفتحة واسعة، وهكذا تعامل مع مظلومية الكرد الفيليين. الكرد الفيليين أيضاً حقيقة حفظوا له هذا الموقف، بعثوا في زمانه وفدا من تجارهم ومن النخبة الفيلية والوجهاء، ذهبوا وزاروه واستقبلهم استقبالا جيدا، وكان له كلمات إلى الآن نحن نحفظها ونستند إليها، حينما قال أنه مثلا من الكلمات التي قيلت في أثناء زيارة ذلك الوفد أن شرق دجلة هو موطن الكرد الفيليين منذ الأبد. وقد سمح لأبناء هذه الشريحة للمرة الأولى بدخول الكليات العسكرية ومسلك الشرطة وتقلد المناصب الحكومية بعد أن كانت محرومة من أبسط الحقوق، وظهر منها جيل مثقف واعٍ وصل إلى مراكز متقدمة في الدولة والمجتمع. عد 14 شموس المعاناة حتى بالنسبة للكرد مالنا قبل ما تصير الثورة ما بقت كما هي، ولا بالنسبة للكرد الفيليين، يعني الكرد الفيليين جزء من الشعب الكردي لكنه ما بقى ترشي ولا اضطهادهم كشيعة، لأن الكرد الفيليين تاريخيا مضطهدين لثلاث أسباب. سبب الأول هم أكراد، سبب الثاني هم شيعة، سبب الثالث هم وطنيين متمسكين بآرائهم الوطنية، مثلا ما قبل يصير بعثي، ما قبل يتبع فلان وشيعة هالأمور. فأعتقد خف الاضطهاد كثير ضمن عبد الكريم قاسم، مو انتهى لكن خف كثير، ولكن مثل ما قلت ما استمر هذا للنهاية وصارت الانقلابات والمشاكل في بعض. اتخذت حكومة الرابع عشر من تموز سلسلة من الإجراءات التنفيذية والإدارية التي سهلت وسرعت منح الجنسية العراقية للفيليين لكونهم مواطنين أصلاء على قدم المساواة مثل باقي أبناء الشعب، فعاد إليهم حق المواطنة وشعروا بانتماء حقيقي للمجتمع العراقي. عبد الكريم قاسم كان رجلاً يعتقد بأن الوطن للجميع، وحاول أن يفسح المجال أمام الكرد الفيلية لمدارسهم وجمعياتهم، فقدموا له عدد من المثقفين الكرد وعدد من السياسيين الكرد، قدموا له مشروعا لكي يفسح المجال لهم لكي يندمجوا وتصبح لهم مثلما تصبح للآخرين، تصبح لهم منظماتهم، مدارسهم، إكمال دراساتهم، عدم التضييق عليهم، عدم عدهم أقلية في العراق. وكان هذا المشروع من شأنه أن يفسح لهم المجال، لكن الصراعات السياسية في العراق في تلك الفترة فضلاً عن التآمر الذي حدث على المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم أدى إلى فشل هذا المشروع الذي لم يرى النور في تلك الفترة. إضافة إلى المبادرة بإصدار القانون رقم 67 لسنة 59 و900 وألف الخاص بإلغاء التشريعات التي تتعارض مع أحكام الدستور المؤقت وأهداف الثورة، ومنها مرسوم إسقاط الجنسية العراقية ومرسوم ذيل الجنسية العراقية، وانعكس ذلك بتشكيل وفد فيلي من الوجهاء والأعيان لمقابلة الزعيم وتهنئته بالثورة في أواسط شهر تشرين الأول من عام 1958، حيث كان على اطلاع بقضيتهم نتيجة لاختلاطه معهم في مناطق سكناهم في بغداد وواسط، وبالتالي بقى الفيليون على يمين الولاء المطلق والإخلاص التام للثورة. لعل تنفس الفيليين الصعداء لم يدم طويلا، فسرعان ما تغيرت الأمور بعد انقلاب الثامن من شباط المشؤوم في العام 1963. إذا ما دققنا في حكم عبد السلام عارف، علينا أن نعرف أن عبد السلام عارف حتى الذي جاءوا به إلى الحكم في انقلاب 8 شباط قلب عليهم ظهر المجون وتخلى عنهم وقام بانقلاب المعروف 18 تشرين.
عبد السلام عارف التحليل لشخصيته كان رجلا طائفيا وهذا معروف عنه، ولذلك نجد أن هذه الطائفية انعكست على تقريبه لأبناء عشيرته وهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يستمروا في الحكم طويلا، لأن الانقلاب الذي وقع على عبد الرحمن عارف شقيقه نجد أن عشيرته لم تستطع أن تقف إلى جانبه، كان يحاول أن يقسم الشعب العراقي إلى أكثر من طائفة ولم يكتفي بذلك وإنما ركز على عشيرته، لذلك كانت هذه واحدة من النقاط التي ثبت عليه طوال الحكم الذي استمر من عام 18 تشرين الثاني عام 1963 إلى حتى سقوط طائرته في منطقة النشفة في البصرة في عام 1966. ومع تسلم عبد السلام عارف زمام السلطة في العراق تجسد موقف السلطة الجديدة من الكرد الفيليين في الدستور العراقي المؤقت الذي صدر في العاشر من آيار عام 1964، ففي المواد 41 و72 من الدستور المذكور اشترطت على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء حين توليهم مناصبهم أن يكونوا عراقيين ومن أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ عام 1900 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية وألا يكون متزوجا من أجنبية. نعم، رجع طبق ما كتب في 43 دستور أسوأ من 25 وأكثر، لأنه كان عنده توجه قومي متطرف والبعثيين كانوا نفس الشيء، لأن الحكم الذي أتى بعد انقلاب 63 حكم بعثي وعبد السلام عارف هو الرئاسة رئيس الجمهورية، فالتوجه صار توجه قومي متشدد ورجعوا إلى نفس العقلية مع 43 دستور اللي تكلمت عنه وبدأوا من جديد بالاضطهاد والمشاكل وعدم منح الجنسية وهالأمور يعني. حيث أعادت السلطة الجديدة طريقة تعامل الملكية حيث فرقت بين الجنسية العثمانية والجنسية الإيرانية. نعم، في عام 1964 قام طاهر يحيى بزيارة أحد التجار في منطقة الشورجة وكان ذلك يتزامن مع فترة عاشوراء، والتجار الكرد قد أقاموا تأبينا للإمام الحسين عليه السلام حينما شاهد من شرفة زجاج الشباك هؤلاء يقومون بهذه الممارسة، وكان هناك خطيبا هو الشيخ المرحوم المفكر الكبير أحمد الوائلي اعتقد بضرورة تقليم أظافر التجار الشيعة الذين كانوا يسيطرون من أكراد الفيلية الذين يسيطرون على سوق الشورجة بعملية التأميمات التي جرت في عام 1964، وكانت هدفها الأساس كان هو محاولة محاربة التجار الشيعة من الكرد الفيلية وسحب البساط عنهم. هذه منطقة عليها كرد فيلية، أنا قلت مرة لبعض الأخوان أنه هل تعتبرون هناك أرض بلا شعب؟ يعني إحنا هل نريد أن نكرر قضية تجربة فلسطين؟ فلسطين شعب، يعني تريدون تجعلون من شعب فلسطين بدون أرض كما يقول الإسرائيليين، شعب بلا أرض لكنه أرض بلا شعب، يعني ما ممكن. هذه المنطقة منطقة سكنها أجدادنا وأقاموا عليها إمبراطوريات في ما قبل آلاف السنين، هؤلاء كانوا موجودين هنا وهذا هو التاريخ يحدثنا. سأفرض مجموعة إجت أيضا أنه من إيران سكنت هنا، لكن هذا لا يعني أبدا أنه أهالي بدرة وزرباطية وما أدري مندلي وخانقين، كل هذه المناطق ماذا تريد أن تقول عنها؟ تعمقت رغبة الدولة العراقية في اجتثاث الكرد الفيلية مع سطوة البعث على السلطة بعد عام 1968. حزب البعث سياساته كانت طائفية وعنصرية أيضا في نفس الوقت، يعني مثلا يميز الكرد باعتبار درجة ثانية، يعتبر كردستان جزء من الوطن العربي، أرض عربية على أساس تقاعد به، وفي نفس الوقت طائفية أنه سنة ضد شيعة، وفي نفس الوقت
الكرد الفلاني وهذا تبعي إيرانية وهذا كذا. فنعم كان توجههم بشكل عام اللي شفناه احنا من سياساتهم بالعراق بها نفس طائفي بها نفس عنصري بالإضافة إلى الدكتاتورية والدماء وهاي اللي شفناها حيث تحولت آليات الاجتثاث إلى تصفيات سياسية داخلية وحروب خارجية. أولى الحركات اللي بدأ كان النائب هو صدام حسين المقبور في حينها، بدأت يعني عملية التخطيط لكيفية استخراج أو تنظيف المجتمع العراقي من الأكراد وتنقية الشعب العراقي وجعله شعبا عراقيا عربيا فقط. ولذلك كانت أولى حملات التهجير القسري اللي حثت في زمن أحمد حسن البكر هي كانت في سنة 1972. كان من الواضح جدا أن النظام البعثي قد استثمر نصا دستوريا ورد في المادة 42 من دستور عام 1970 مستفيدا من قانون التبعية العثمانية لتهجير الفيليين ومصادرة أموالهم واحتجاز أبنائهم. ماذا يفعل الإنسان حينما يسفر من بيته الذي بناه طابوقة طابوقة وينظر إلى النخلة التي زرعها في حديقة بيته، وهذا البيت الذي تربى فيه وكبر فيه ووالده كان موجودا فيه وتوفى فيه، حينما ينتزع منه البيت ويعطى إلى رجل أمن ويباع هذا البيت بأبخس الأثمان؟ كانت هناك جارة لنا هي أم جمال، هذه الإمرأة الطيبة حينما داهمها رجال الأمن وقالوا لها عليك الآن أن تهيئي نفسك للتسفير والرمي إلى ما وراء الحدود، قامت هذه الإمرأة وكانت هناك عدد من السجادات الثمينة التي اشترتها بعرق جبينها وتعب زوجها، فكانت تبيع هذه السجادات بأبخس الأثمان. هناك رجل أتذكره وأعرفه جيدا، كان نائب ضابط، هذا النائب الضابط الشريف كان نائبا ضابطا فنيا، وحينما سفر أهله كان هو ما زال يدافع عن العراق ويعمل في الجيش العراقي. عدد من الأشخاص وزملاء قالوا له لماذا لا تقول، لأن وزير الدفاع كان يزور وحدة العسكرية، لماذا لا تقول له أن عائلتك مسفرة وقد يغفر لك ويعيدها أو أن يكرمك لأنك ما زلت تعمل في الجيش العراقي وتدافع عن العراق. وإذا بهذا النائب الضابط المسكين ابن عباس، هذا الشخص قال لوزير الدفاع أن عائلتي مسفرة وأنا عراقي، وفعلا هو عراقي لأن عائلته عيدت في عام 1999 للعراق. ما كان من وزير الدفاع إلا أن يأمر قبل أن يخرج من هذه الوحدة العسكرية بإلقاء القبض على هذا الإنسان الشريف ويرمى في سجن نقرة السلمان مع عدد من شباب الأكراد الفيلية. بدأت صفحة جديدة من صفحات قتل وتشريد الكرد الفيليين في وطنهم العراق. شخصيات كثيرة هجرت، أخذوا كل أموالهم ممتلكاتهم على أساس تبع إيراني. ومن خلال القرار المرقم 666 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والذي جاء فيه استناداً إلى أحكام الفقرة ألف من المادة 42 من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ في 7 أيار عام 1980 ما يلي: تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب، على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة 1 ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير الموثوقة رسميا، يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
عزز النظام هذا القرار بقرارات أخرى تغلق أي منفذ قانوني للكرد الفيلية كي يضمنوا البقاء في وطنهم العراق، ومنها القرار رقم 180 في الثالث من شباط عام 1980، والذي تضمن شروطا مشددة للحصول على الجنسية لم تكن معروفة في التشريعات السابقة، أعطى وزير الداخلية صلاحيات مطلقة وكاملة في قبول تجنس الأجانب ورفضه، وحثهم على تقديم طلبات اكتساب الجنسية العراقية خلال مدة نفاذ القرار المحدد بستة أشهر، وإلا سيتعرضون للطرد. للأسف كلهم كانوا في سبات عميق، يتذكرون حقوق الإنسان فقط في مجال مصالحهم يعني، وإلا كل هذه الأشياء، الظلم يحدث، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، هكذا تعاملوا معنا. تبع هذه القرارات إجراءات تنفيذية إدارية وحزبية تكشف أن هنالك قرار سياسي بإبادة الفيليين. الكثير من يعني الشيء المؤلم بأنه الكثير من هذه الشريحة انحرمت أولادهم من أن يكملون دراساتهم، كأن الدراسة الأكاديمية في الكليات، كون لا يحملون الجنسية العراقية. لا بل أكثر من هذا، أنه حتى اللي كان عنده الجنسية العراقية واستطاع أن يكمل يعني الكليات، يعني يدخل في الكليات العراقية ويكمل كلية ويحصل على البكالوريوس، عندما أراد أن يقدم إلى دراسة الدراسات العليا الماجستير أو الدكتوراه، صدرت حكومة النظام السابق قانون أو تعليمات بما تدعى بالرعوية. الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، برقية رقم 2884 في العاشر من نيسان عام 1980. لوحظ وقوع أخطاء والتباسات عديدة من قبل أجهزتكم في التفسيرات وتحديد المشمولين بها والمستثنين من التسفير، توضيحا للتعليمات السابقة أدناه الضوابط التي يجب العمل بموجبها في هذا الشأن. 1- يسفر جميع الإيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاصلين على الجنسية العراقية، وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس أيضا ممن لم يبت بأمرهم. 2- عند ظهور عائلة البعض منها حاصلون على شهادة الجنسية تشملهم الضوابط، إلا أن البعض الآخر مشمولون، فيعمد مبدأ وحدة العائلة خلف الحدود مع سحب الوثائق أي الجنسية إن وجدت والاحتفاظ بها لديكم، ومن ثم إرسالها إلى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارنا هذا ليتسنى لنا إسقاط الجنسية عنهم. 3- يجري تسفير البعض خاصة العوائل عن طريق القومسيرية، وفي حالة عدم استلامهم يجري تسفيرهم من مناطق الحدود الاعتيادية. الاستثناءات: أولا العسكريون على مختلف الرتب يسلمون إلى الانضباط العسكري في بغداد للتصرف بهم من قبلها وحسب التعليمات المبلغة إليها. ثانيا عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير المقيمين في القطر، وتزود هذه الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة وأعمالهم. ثالثا النساء الإيرانيات المتزوجات من أشخاص عراقيين ترسل قوائمهم بأسمائهن إلى الوزارة. رابعا عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير الذين أعمارهم من 18 إلى 28 سنة، والاحتفاظ بهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر. خامسا يستثنى من التسفير الأرمن الإيرانيون المقيمون في القطر، وتزود الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة وأعمالهم. سادسا لا يشمل التسفير اللاجئين السياسيين الإيرانيين. سابعا
يستثنى العرب العربستانيون المقيمون في القطر من التسفير. ثامنا، عند ظهور أي حالة من غير الواردة أعلاه إعلامنا هاتفيا قبل البت فيها. القرار رقم 474 في 15 نيسان عام 1981، والذي بموجبه يصرف للزوج المتزوج من امرأة من التبعية الإيرانية مبلغ قدره 4000 دينار إذا كان عسكريا، و2500 دينار إذا كان مدنيا في حالة طلاقه. هذه المتزوجة من العراقية ما يقدرون يسفروها، ليش؟ لأنه أكو ارتباط عندها ويا زوجها، ولذلك عملوا على إصدار هذا القرار 474. وطبعا هذا القرار يعني اللي ما عنده لا ذمة ولا ضمير طبعا فضل أنه يأخذ الفلوس ويطلق زوجته في سبيل أنه يسفروها. أما اللي عنده ذمة وضمير، شوف، لاحقوا الأمن فصلوا من عمله لأن ما طلق زوجته، ما يقدر يعمل أي عمل كان هذا الرجل. يعني حورب محارب، هذه العائلة كانت تحارب لأنه كون لأنه زوجته كردية فيلية وما طلقها وما نفذ هذا القرار. مجلس قيادة الثورة، مكتب أمانة السر، سري وشخصي، رقم 31/13/2469، تاريخ 22 نيسان عام 1981. نشير إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 474 في 15 نيسان عام 1981، تقرر ما يلي: 1. يصرف المبلغ المشار إليه في القرار أعلاه للمتزوج من إيرانية قبل نفاذ القرار المذكور، ممن يبادر إلى طلاق زوجته وعدم العودة لمطلقته، ولا يصرف المبلغ في حالة الزواج من إيرانية بعد نفاذه ولو بادر بتطليقها بعد ذلك. 2. عند إيقاع الطلاق تقوم وزارة العدل بإشعار وزارة الداخلية لتقوم الأخيرة من جانبها بتسفير المطلقة المذكورة إلى خارج القطر. 3. يلزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه بعدم الزواج ثانية من إيرانية، وفي حالة زواجه يسترد منه كافة المبلغ. تظهر آثار القرار رقم 666 في أن سحب الجنسية العراقية عنهم بحجة التبعية الإيرانية قد جعلهم أفرادا دون جنسية، ذلك يقتضي تطبيق نصوص اتفاقية حالات انعدام الجنسية التي اعتمدها مؤتمر المفوضين المنعقد عام 1959 ثم عام 1961، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 896-9 والمؤرخ في 4 من كانون الأول عام 1954-4 التي وقع عليها العراق أيضاً. ذلك يتطلب صدور قانوناً خاصاً للجنسية يصحح أوضاعهم القانونية. دائما معاناة، يعني حقيقة معاناة. أولا قوانين بها تمييز ضدهم بالطائفي وغير طائفي، هذا واحد. 2. ما أعطوا الحقوق التي من جانبهم وما عوضوا عما خسروا من معاناتهم غيرها. ونأمل أنه الحكم الحالي تدريجيا يعوضهم عن هالخسائر و أصير وضعهم وضع طبيعي أكثر. اللي هجروا يرجعون من بلدان أخرى إلى كردستان إلى العراق، وأنه يكونون مواطنين من الدرجة كالآخرين، والأحزاب الكردية أيضا
تهتم بهم أكثر.